لتأبين حفل تأبين للنائب العام الشرعي هشام بركات للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة اللي تعرض لها القضاء من الجماعة الإرهابية. وقوف القضاء كله والشعب المصري النهاردة باب نادي القضاء مفتوح لجميع الأحزاب والحركات الوطنية واللي دعت إلى وقفة أمام باب نادي القضاء للتنديد بالحادث الإرهابي القاسم الذي تعرض له معالي المستشار النائب العام. مصر بتمر بظروف دقيقة يجب أن يتكاتف الشعب المصري كله بكل أبنائه وبكل فئاته خلف جيشه وخلف القوات المسلحة وخلف الشرطة وخلف القضاء، وإن شاء الله نعبر بمصر من هذه الظروف الصعبة. لا تثقوا فيما يدعوه البعض يتهمون به من قضاء مسيس وأحكام مسيسة وغير هذه من الاتهامات الباطلة. نحن قضاء نزيه مستقل حر، لا ننحاز إلا لشعبنا، لا ننحاز إلا للقانون وتطبيق القانون.